كرمت الجمعية الثقافية للشباب والتنمية والمعرض الوطني للطوابع البريدية بالتعاون مع المركز الثقافي المغاربي الزميلتين صفية وسميرة بنات السماني تشجيعا على برنامج الصباح الوطنية الذي يعتبر من أشهر البرامج الصباحية في القنوات المحلية. الزميل الشيخ الحميدي ومزيد من التفاصيل. على أساس برنامجهن الرائد والناجح كرمت الجمعية الثقافية للشباب والتنمية بالتعاون مع المعرض الوطني للطوابع البريدية في موسمه السادس والمركز الثقافي المغربي الزميلتين صفية وسميرة بنات السماني مقدمتي برنامج صباح الوطنية الذي يبث على شاشة قناة الوطنية رفقة شيخة في البرلمان الموريتاني. رئيس الجمعية قدم شكره لقناة الوطنية مبديا إعجابه بها وبصباحها. كثير ناس ساهموا معنا في إنجاح وإبراز قيمة الطابع البريدي، مثل تقريبا على سبيل المثال بمجال الإعلامي هنا تياها نذكر على وجه الخصوص عمل الإعلام الموريتاني خصوصا خاصة برنامج صباح الوطنية، نظرا لاستضافنا على مرتين وتكلمنا فيها حديث مطول عن الهواية وعن قيمة الطابع البريدي. اليوم أنا يشرفني على أني كاعتراف مني على أني نكرم برنامج صباح الوطنية نظرا لدوره الكبير في نشر الهواية. نحن ما قدرنا أن ننشر الهواية محليا حتى دوليا، نعرفه بثقافة موريتانيا بمجد موريتانيا من خلال الطابع البريدي. رئيس